طايرة على فريق السواحلي الليبي في لقاء الدور ربع النهائي من البطولة العربية للأندية اللي بتتلعب في القاهرة، وتأهلهم للدور نصف النهائي من البطولة، وحسم رجال الأهلي المباراة اللي اتلعبت على صالة استاد القاهرة الدولي بنتيجة 3 أشواط نظيفة جت نتائجها. الشوط الأول 25-16، الشوط الثاني 25-14، الشوط الثالث 25-17، علشان بكده يواصل الفريق عروضه القوية وسلسلة الانتصارات في البطولة، ومجموعته الثانية اللي بيشارك فيها فرق مصافي الشمال العراقي والوكرة القطري وخيبل اليمني وبني ياس الإماراتي والسيب العماني. من الأخبار المحلية بقى